ها ابني صباح الخير. صباح النور امي. ديما مو هون، طلعت من الصبح. لا امي، امبارح نامت ببيت ابوها، اليوم تجي. يعني انتو ما في مشاكل بيناتكم؟ لا حبيبتي. انتو امتى اخر مرة حكيتوا مع بعض؟ لشو هالاستجواب؟ خير شوفي. خايفة يكون في مشاكل بيناتكم. ما في لزوم للخوف، البنت مشتاقة لابوها مو اكتر. لازم اعرف الحقيقة، اكيد الكل بيعرف ما عداي انا. نعمت خانم. صباح الخير يا خانم. صباح النور. المفروض ان نزلي بكرة تطلع من المستشفى. ايه عنا خبر؟ لهيك انا حابة روح على السوق وشوف كم محل ونقي له هدية، يعني اذا بتسمحوا. والله يا بنتي من بعد اللي صار معك بالفترة الأخيرة خايفة ابعتك لحالك عالسوق. خلص لكن خبري خليل، هو بيروح معك. شكرا كتير عمران بيك. بتعرف أنا ما شفت أمي بنوب من بعد هداك اليوم، وبصراحة اشتقت لها. تقدر تاخذ لي موعد؟ أنا اليوم بحكي مع المحامي، منحاول ندبر زيارة. شكرا لألك. نعمت خانم، بس تجي نزلي شو بدي إلا؟ يعني مشان البيبي؟ يا بنتي نحن ما بدنا نفتح هذا الموضوع، حتى أختك ما لازم تعرف. طيب لما بيبلش بطني يكبر شو بدي إلا؟ ليكبر بطنك منشوف. أمي خير؟ شوفي بنتي قولي بسرعة شو الشي اللي مخبينه عني؟ شو بدك يعني قول؟ اللي حاملته رفيف ببطنه ابن مين بيكون؟ ما عم بفهم شو عم تقولي وشو عم تخبصي ديما. بدي أعرف هالولد مين أمه؟ ممكن تجاوبيني؟ رجعي لوعيك ديما، لا تحكي معي بهالطريقة بنوب. سألت حضرتك سؤال واحد، البيبي مين هي أمه؟ شو هالضجة؟ صواتكم وصلاني لآخر البيت. مرتك أعصابة تعبانة. مين قال إنه أعصابي تعبانة؟ كل اللي بدي إياه إنكم تجاوبوني على هالسؤال ومو أكتر. قولي شو هو سؤالك؟ عم بسمع. البيبي اللي بطن رفيف مين أمه؟ ما فهمت عليك. البويضة اتاخدت من أم غيري. انت شو عم تخبصي يا بنتي؟ ما بعرف من وين جايبة هذا الحكي اللي ما له لزوم. هذا البيبي منكم، أمه هي انت وأبوه هو عمران. لحظة شوي، انت ليش عم تسألي؟ لأني رحت لعند دكتورتي وقالت لي مستحيل اقدر صير ام. معناتها هالبيبي هاد مين امه؟ عم اسال امك وما عم تجاوب. امي على شو بدي جاوب ابني؟ نسيت انه سافرنا مع بعض وكل شيء صار قدامكم؟ شو بده يكون تغير من وقتها لحد هلا ابني؟ سمعت اللي قالته؟ متوقع صدق هالحكي؟ قصدك تقولي إنه أمي عم تكذب؟ أو الدكتورة ممكن عم تكذب، في حدا منهم عم يكذب. أنا مستحيل كون أم ولا بأي طريقة يا عمران، حتى طريقة الأم الحاضنة. أمي بتعرف شي وما بدها تقوله. مثل ما بدك ماشي. من بعد كل هالعمر بدك تطلعيني كذابة؟ يسلموا يا بنتي. سمعت اللي قالته؟ أكيد صاير بيناتكم سوء تفاهم. الدكتورة مستحيل تكون غلطانة. نحن صرنا فترة منيحة جايين من قبرص، وقتها أكيد كان جسمك ما فيه أي مشكلة. ليش رحتي على الدكتورة؟
مو مهم تعرف شو أخذني لعند الدكتورة، المهم هلأ عندي إني لاقي جواب مقنع على سؤالي، مين بتكون أمه للبيبي؟ دي ما بكفي بقى، إنه قليلي كيف بدنا نقنعك؟ ما بعرف عشو عم تدوري، أمي قالت لك إنه هالولد منك، ليش ما بدك تصدقي؟ معناتها أنت كمان ما بدك تقلي الحقيقة، كانت خطة مشتركة بيناتكم. ديما عم تتخطي حدودك. معقول تكونوا متفقين تخبوا؟ ليش عم تعملوا هيك؟ يا ديما نحن ما عم نخبي عنك شي منوب، ولا تنسي إنه أنت اللي طلبتي هذا الموضوع. وأنتوا اثنين اتفقتوا وخدعتوني، أنتوا بتعرفوا الحقيقة وما بدكم تخبروني. ديما لا تضغط عليها ابني، أعصابها تعبانة كتير وما نوعيانة شو عم تقول. ديما اسمعني دكتور منيح، هذا السر اللي بيننا ما لازم حدا يعرف فيه بنوب، لأنه إذا نعرف رح يجينا منه وجع راس. حطيتيني موقف كتير صعب نعمة خانم، لأنه إذا انكشفت هاي القصة رح ينخرب بيتي من وراء هالموضوع. ما رح تنكشف دكتور صدقني، إذا حضرتك ما حكيت الكل رح يصدق إنه الجنين من ديما. فهمت. بس يا دكتور إذا ديما رجعت واتصلت فيك اصحك ترد عليها، أنا عم حاول حل القصة بمعرفتي. شو عم تعملي؟ حابة نرجع نعمل الحادث نفسه؟ انت عم تكذب علي يا عمران، عم تخبوا علي انت وامك. قلت لك ما حدا مخبي عنك شي منوب، هذا الجنين منك صدقيني. لا ديما اسمعيني، ديما عقلي، لما رحنا على قبرص كنتي معي، هداك الزرع تم والجنين منك انت. عمران الدكتورة قالت لي انه هالشي مستحيل، ليش ما عم تصدقوا؟ ممكن تكون دكتورتك غلطانة، مين له مصلحة يعمل هالشي؟ ما بدك تفهمني، ما بدك، ما عم تصدقوا. وين بدك تروح؟ حابة ضل لحالي. ديما